اليوم غنجرب معكم بيموات مختلفين اللي خديت من بيم ومشيت غير بديت كناخد وصافي شي وحده مجرباهم شي وحده ما مجرباهمش. صراحه اكثر واحد متشوقه نذوقو هما هادو. هذا كيفان كيشهي هذا هذا زعما يكون بحال هذاك البيمو اللي كنا كناكلو فاش كنا صغار اللي عقلتو عليه سميتو اورانج يمكن مهم نطقهم نطقو بالواحد بالواحد ونشوفو المذاق ديالهم كي داير. مسكين عادي ماشي شي حاجه ما زوينش كنت متوقع احسن من هكا زعما داك الكراميل داخل ما كيف ما باين هنايا زعما ما ناشف. نجربو هذا A few moments later. يعني نسوج هذا زوين هذا احسن منه ما عجبنيش بزاف صراحه. هذا يمكن فيه تضيقه هادو هذا يمكن فيه تضيقه نقول فيه تضيقه زوين 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 صراحه اللي زوين في هادو اكثر واحد هو هذا هادو اللي عجبني بزاف. كنتمنى هاد لا فيديو تكون عجبتكم. المهم درتها خفيفه ظريفه صغيره. الى عجبتكم هاد لا فيديو قولوا عليا في لي كومونتير باش نبقى ندير دي فيديو بحالهم. مره نمشي نختار شي حاجه هكا بحال هكا بيموات ولا شي حاجه ديال السقاطه اللي مالحه ونضربهم قدامكم
ولا خليو لي تحديات في لي كومونتير اللي تبعوا في القناه. كوف في القناه الا كنتو مازال ما مشتركينش. وهذا هو انستغرام ديالي حتى هو، راه كنحط فيه بزاف لي فيديو وكنبارطاجي حتى لي ريسيت ديال الماكله في لي ستوري. نخلي لكم الا بغيتو تابوناو فيه. السلام عليكم.